7 لقد حللتم أن يصل الرجل إلى مقام الإمام أمير المؤمنين وللمرأة أن تصل إلى مقام سيدة النساء. هو زعيمكم الخامنئي في له كتاب عن السيدة الزهراء، هو يمكن لكل مؤمن أن يصل إلى مقام أمير المؤمنين علي، ويمكن لكل مؤمنة أن تصل إلى مقام سيدة النساء. موجود الكتاب. بينما نحن التزمنا بالحرمة،